سماحة الشيخ، ما هي الشبه التي يريدها من يقول بسنية أعياد الموالد خاصة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سمعت شبهتهم التأتي بأعداء الله، تأتي باليهود والنصارى، هؤلاء يفعلونه ويحرف لهم. ليش ما نعظم الذين مثل تعظيمهم بالموالد؟ الذين معظم بحمد الله بما شرع لنا ربنا على يديه عليه الصلاة والسلام، فنحن نعظمه بالصلاة عليه واتباع سنته وشهادته بالرسالة عليه الصلاة والسلام والدعوة إلى دينه والتحريم ما خالف عليه الصلاة والسلام. لا يوجد دعوة إلى الموالد.